زي ما قال الخطيب قال في الخطبة التي الأصل فيها التقصير، قال ابن القيم كلاما في الإحسان كأن الله والنبي لم يقل في الإحسان، فقال الرجل عن ابن القيم في الإحسان ولم يقل ما قال الله ورسوله في الإحسان. هذا من رزية الأمة أن تدع في الجمع والخطب كلام الله ورسوله وتقول قال فلان وقال فلان، هذا شين وعيب ولا بركة فيه ولا خير فيه وليس علما. وتالله إن الله ينزع البركة من القول الذي سبق أن قال هو فيه ثم تقولون لغيره ما قال، فلا تظنوا أنكم ستفلحوا. أن يقول الله ويقول النبي ثم لا تقولوا ما قال الله وقال النبي ويأتي الخطيب ليوهم الناس أن هذا هو العلم، أن أقول قال ابن القيم وقال ابن فلان والشيخ فلان وأبو حنيفة وأدع مقالة الله ورسوله، تالله لا بركة في هذا ولا يفلح الناس في هذا. قل لهم ما قال الله وقال رسوله. ألا يكفيكم أن تعلموا أن نبي الله إذا وقف على المنبر قال قال الله، ونبي الله لو لم يقل قال الله قال ما قالت الأنبياء، أليس نبيا؟ تالله لو التفت النبي في الخطبة إلى رجل فقال قم هذا حديث، وقال للآخر اجلس هذا حديث، وليس كأحدنا. واضح أخواننا؟ طيب